عظم الله أجورنا وأجوركم ونعزيكم العالم الإسلامي. لك العزاء يا سيدي ومولاي يا صاحب الأمر والعصر والزمان في ذكرى سيدتي ومولاتي غريبة الشام سكينة بنت الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. اللهم بحق سكينة بنت الإمام الحسين عليه السلام أنصر الإسلام وأهله، أنصر جحافل الموحدين، أنصر خدام الإمام الحسين وشيعة علي أمير المؤمنين، أنصر من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبالسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك وتقبل صلاتنا ودعاء. اللهم وادخلنا في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد، واخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، نعزي العالم الإسلامي ونعزي مراجعنا العظام ونعزي إمام زماننا القائم عليه السلام بمصائب أهل البيت وبذكرى السيدة سكينة بنت الإمام الحسين التي عاشت وروت ما حصل في كربلاء من مصائب على أهل البيت وعلى البيت العلوي. نسأل الله الرزق زيارتها في الدنيا وشفاعتها في الآخرة بحق محمد وآل محمد. جئنا لزيارة جبل الصبر السيدة زينب الكبرى بنت الإمام علي لنواسيها في غربتها، وبهذه المناسبة نعزي صاحب الزمان الإمام المنتظر عجل الله فرجه والمراجع العظام بذكرى السيدة سكينة بنت الإمام الحسين في الخامس من ربيع الأول. وبهذه المناسبة نقول أنها عزيزة الحسين وهي الصابرة الخالدة صاحبة الذكر الطيب. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعزي العالم الإسلامي ومراجعنا العظام وعلى رأسهم المرجعية الكبرى في النجف الأشرف سيدتنا المظلومة سكينة بنت الإمام الحسين، ومن جوار جبل الصبر السيدة زينب سلام الله عليها. نعزي العالم الإسلامي. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. نعزي الأمة الإسلامية والمراجع العظام السيدة سكينة، ومن هذا المقام الجليل مقام السيدة زينب أن نسأل الله أن يمن علينا وعلى الشعب العراقي والشعب السوري بر العافية. اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا زيارة السيدة سكينة هذه المظلومة التي تحمت المصائب كعمتها السيدة زينب وكأخيها علي السجاد. اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة بحق محمد وآل محمد.